مرحبا، صباح الخير لكم جميعا. في عنا مجموعة أخبار هامة جدا بفيديو اليوم. بخبرنا الأول رح نتحدث فيه عن مشاكل ليلة رأس السنة كالعادة، يعني هون بألمانيا صرنا متعودين أنه كل سنة بيصير مشاكل. مع الأسف لم تمر ليلة رأس السنة بهدوء وسلام، وخاصة في العاصمة برلين. مثل ما بتعرفوا برلين دايما كل سنة، يعني خلاص تعودنا على هذا الأمر، في مشاكل في برلين، في أعمال عنف وشغب. في عدة أشخاص أو كثير من الأشخاص هاجموا عناصر الشرطة، مثل ما حصل السنة الماضية هاجموا عناصر الشرطة وخدمات الطوارئ، يعني المسعفين وسيارات الإسعاف. بحسب ما كتبت الشرطة، شرطة برلين، على حسابها على موقع تويتر اللي هو موقع إكس حاليا وسابقا موقع تويتر، كتبت شرطة برلين أنه كان في أشخاص بحي نويكل في العاصمة. شو عم يعملوا هدول الأشخاص؟ كانوا عم يعبوا القارورات الزجاجية، يعني أناني بلور، عم يعبوهم بنزين، وكمان عم يحطوا فيهم قصاصات قماشية، عم يحطوا فيهم قطع قماش صغيرة، يعني بيجيبوها من ملابس أو أشياء تانية، يعني بيقصوا صور وبيحطوهم بقلب هالأناني مشان يستخدموها كفتيل، وبشعلوها وبشلفوها على الشرطة وخدمات الطوارئ وسيارات الشرطة. طبعا هي القنابل تعتبر قنابل ذاتية الصنع، تسمى بقنابل مولوتوف. فهن اشتغلوا هالقنابل يعني بشكل يدوي، وتم رميها على خدمات الطوارئ والشرطة. فكان في أعمال شغب وعنف في برلين، وتم اعتقال حوالي 400 شخص في العاصمة. وهذا دليل أنه ليلة رأس السنة لم تمر بهدوء وسلام، يعني وهذا شيء كان متوقع. فتم اعتقال 400 شخص في العاصمة، وهدول الأشخاص تم اعتقالهم مع الأسف فقط بشكل مؤقت، يعني تم تسجيل بيانات الهوية والإفراج عنهم، الإطلاق سراحهم مجددا. مثل ما تعرفوا هون بألمانيا ما في عقوبات قاسية، فبعض الأشخاص يعني بتتمادى وبتهاجم عناصر الشرطة. مننتهي لخبر آخر هام جدا. حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU يلي هو الحزب المعارض، عم يشتغل على مشروع قانون صارم جدا بحق الأشخاص اللي عم يتلقوا معونات من الجوب سنتال، معونات الاجتماعية بيرغا جيلد. فهذا الحزب عم يشتغل على مشروع فعلا صارم جدا، بده يحرم الأشخاص اللي عم يتلقوا معونات من المعونة بشكل كامل لفترة غير محدودة في حال رفض عروض العمل. يعني شخص مسجل بالجوب سنتر اجته اكثر من عرض عمل، فهو رفض هي العروض وما راح اشتغل. فوفقا للمشروع اللي عم يشتغل عليه الحزب الديمقراطي المسيحي CDU، لازم هذا الشخص ينحرم من المعونات، راح يتم قطع المعونات عنه لفتره غير محدوده في حال رفض عروض العمل. فحبيت احطكم بصوره هذا الامر وشو عم يخطط له هذا الحزب. ولكن في شيء اخطر من هيك كمان، بان وزير العمل الاتحادي هو بيرتوس هايل، هو كمان صرح من فترة بأن الأشخاص اللي ما بتلتزم بمواعيدها فرح يتم تقصير معونات الجوب سنتر عليهم، يعني بشكل مشابه للنظام القديم هاتسفير يلي كان شغال قبل نظام بيرغا جيلد. وحكى كمان كلام أخطر لسا من هذا الكلام، بأنه الأشخاص يلي ما رح تقبل عروض العمل فرح يتم قطع المعونات عنهم لمدة شهرين، يعني بحد أقصى شهرين، مو مثل ما بيحكي الحزب الديمقراطي المسيحي بأنه هو بده يقطع المعونات بشكل دائم أو لفترة غير محدودة. فحبيت حطكم بصورة هذا الخبر الهام جدا، الأشخاص يلي عم ياخدوا معونات من الجوب سنتر ممكن في المستقبل يتم قطع المعونات عنهم بشكل كامل لمدة شهرين، بحد أقصى طبعا شهرين، في حال رفضوا عروض العمل، عروض الشغل. فأتمنى أن تكون الصورة وصلت بشكل كامل. مننتقل الآن لخبر آخر يتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية. زعيم مقاطعة بايرن ماركوس زودا، بتعرفوا كلياتكم ماركوس زودا، هذا الشخص يعني أو زعيم المقاطعة اقترح اقتراح جديد يتعلق بالخدمة العسكرية. هو مع طبعا فرض الخدمة العسكرية، إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، ولكن هو اقترح انه تكون هي العسكرية، يعني هي الخدمة العسكرية، لمدة 7 شهور فقط. يعني شخص يكون ملزم بالخدمة العسكرية هون بألمانيا بس لمدة 7 شهور على الأقل. فهذا هو المقترح يلي قدمه رئيس وزراء مقاطعة بايرن، الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة 7 شهور. والمشكلة مثل ما حكيت لكم بفيديوهات سابقة، الجيش الألماني عم حاول يرفع عدد القوات من 182,000 ل 203,000، ولكن هذا الأمر ما بيتحقق عن طريق المتطوعين، ما في متطوعين كفاية عم ينضموا للجيش، لهيك هنن عم بيفكروا بإعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية. ولكن بحسب رأي المستشار الاتحادي أولاف شولز،
فنحن ما فينا نرجع هيك بكل بساطة يعني نعيد فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، لأنه هذا شيء غير دستوري غير قانوني وفيه تدخل بالحريات الشخصية. يعني نحن ما فينا نرجع نلزم الناس أنه تروح على الجيش. وفيه هون مشكلة تانية كمان، أن هن بدهم أشخاص عن جد حابين يروحوا على الجيش لحتى يلتزموا بهذا الأمر. فتحدثنا عن هالمواضيع كلها في فيديوهات سابقة، فيكن ترجعوا للحلقات القديمة. الفكرة أن هاي المقترحات صارت تكررت كثير بالفترة الأخيرة، وخاصة من قبل السياسيين الألمان الكبار، ورح تستمر هاي النقاشات في البرلمان الألماني وخاصة في السنة الحالية. نحن هون حكيت لكم بفيديوهات سابقة عم نتعرض لتهديد، تهديد بالحرب في حال نشبت حرب جديدة أو توسعت رقعة الحرب، فألمانيا رح تكون متأثرة بشكل خاص. لهيك هنن عم بيسلحوا وبيجهزوا الجيش الألماني. تحدثت عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي في فيديوهات سابقة، فيكن ترجعوا للفيديوهات القديمة. مننتقل لخبر آخر هام جدا تحدثت عنه وسائل الإعلام الألمانية الرسمية. كمان من فترة حكيت لكم عن هذا الخبر بإني أعضاء الحزب الديمقراطي الحر FDP رح يصوتوا مشان يعني موضوع حزبهم إذا رح يتم رح يستمر مع حكومة إشارة المرور ولا رح ينسحب من هاي الحكومة، وهذا الشيء ممكن يؤدي لانهيار الحكومة الاتحادية قبل أوانه. فهن صوتوا الآن على هذا القرار، صوتوا على هذا الشيء، والنتيجة كانت بأن أعضاء هذا الحزب صوتوا بأغلبية طفيفة بنسبة 52% تقريبا، صوتوا لصالح بقاء الحزب الديمقراطي الحر FDP في ائتلاف إشارة المرور، وبالتالي خلص يعني على الأغلب ما رح ينسحب هذا الحزب من الحكومة، فرح تستمر الأمور مثل ما هي. 52% تقريبا صوتوا لصالح بقاء هذا الحزب في الحكومة، وحوالي 47-48% صوتوا ضد بقاء الحزب في حكومة إشارة المرور. وعلى فكرة هاي هي النتيجة اللي كان بده إياها كريستيان ليندنا زعيم الحزب، لأنه هو حابب يستمر في منصبه كوزير للمالية، فالنتيجة هاي أجت مثل ما بده، وبالتالي على الأغلب ما رح ينسحب هذا الحزب من حكومة إشارة المرور. طيب ليش هن بالأصل صوتوا على هذا الأمر؟ يلي متابع معي كل الفيديوهات القديمة بيعرف القصة كاملة. الفكرة رح عيدها بشكل مختصر، الفكرة بأنه الحزب الديمقراطي الحر عم بيعاني من نتائج سيئة في المقاطعات، وخاصة في الانتخابات الأخيرة. في عام 2023 في انتخابات مقاطعتي هسن وبايرن حقق نتائج سيئة جدا، ففي بعض الأعضاء بهذا الحزب عم يعتقدوا بأنه السبب هو التحالف مع حكومة إشارة المرور. لهيك اقترحوا مجموعة من أعضاء هذا الحزب بالتصويت على بقاء حزبهم أو خروجه من الحكومة الاتحادية. فحبيت حطكم بصورة آخر التطورات فيما يتعلق بهذا الخبر. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم. بنهاية الفيديو حابب ذكر بضرورة الاشتراك بالقناة، بتمنى أنكم تخصصوا ولو نصف دقيقة من وقتكم تدخلوا على قناتي على اليوتيوب وتتأكدوا من أنكم مشتركين ضاغطين على زر اشتراك أو سبسكرايب أبونياً. هذا الشيء بيدعمني كتير وبيشجعني على الاستمرار. كان معكم إلهام بوزان، تبقوا بخير وصحة وسلامة. تحياتي لكم جميعاً وإلى اللقاء.